ازيكم يا شباب؟ احنا نلعب كاتش كلاب. وطبعا يا شباب فاكرين الفيديو اللي قبله اللي انا قلت لكم ازاي تقسموا شعر البنت؟ يعني اللي مفهمش انا كنت قصدي ايه، يعني عشان يعني الميكروفون فيه حاجة كده بيخلي الصوت يطلع يا شباب، فمعلش انا هعمل لكم فيديو بقى ان يعني وقع خالص، يعني امامي يبقى انا خالص طبعا. انا بقى انا هوريكوا ازاي تقسموا الشعر. اول حاجه تجيبوا كده، لازم تقلدوا التسريحه اللي انا هعملها، يعني اللي مقلدتونيش يعني مش هتطلع جميلة، فمعلش بقى. تروحوا جايبين التسريحة اللي في بيج ون دي اللي انا مختارها اهي، و طبعا نروح رايحين عند الوشينا، طبعا رايحين عند الفيس اللي مكتوب عليه فيس دوت، نروح مخليين الهايلايت 5 زي ما انتوا شايفين اهو 5، ونروح جايبين كده ومخليين الحتة دي قصة جميلة جدا. ماشي شباب، جايبين دي كده دي كده يا شباب ودي كده. ماشي يا شباب، نروح مخليينها كده. تقدروا تخلوها اي لون بس لازم تعملوا برضو نفس التسريحه بتاعتي. احنا جايين على بيج 2 مختارين البتاع ده اللي انا عامله دس عليها دي، الشعر ده اللي هو شعر 21. احنا جايبين كده الشعر ده، تروح دايسين هنا كده صغرينه كده، كبر شويه كده، نروح جايبينه على الناحية دي كده. طبعا نروح بقى جايين على بيج 2 ونروح جايبين الدل الحصان ده اللي انا على بدوس عليه، يعني عشان تعرفوا يا شباب انا جايبه انا هو ده الحصان. جايين كده كده جايين كده جايين كده جايين كده جايين كده 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 كده، لا 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 مش كده قوي، يعني كده 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 كده، لا 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 مش كده 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 كده، لا لا كده 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 بس كده. راح جايين يا شباب هنا عند الشعر، ونين دي كده انها كده وكده. طبعا يا شباب ازاي طبعا كده يا شباب ازاي تعملوا لا 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 مش كبير شوية كده بس، ايوه كده شوية. طبعا كده يا شباب ازاي تعملوا الشعر مقسوم في لعبة جاتشا كلاب. طبعا ده ينفع في لعبة جاتشا كلاب بس، عشان لكن ما تدفعش في لعبة جاتشا لايف، عشان يعني جاتشا كلاب هي بس اللي فيها الحاجات دي، عشان كده متقدروش يعني تعمليها في جاتشا لايف. فاللي ما عندهوش جاتشا كلاب ينزل لعبة جاتشا كلاب ويروحوا عاملين اللي انا عملته دوه، يعني لو عايزين لو فيعني طبعا ده يعني شعر بلاك بينك زي ما انتوا عارفين شباب.
وطبعا شباب طلعوا الحاجة اللي عملت الفيديو متنسوش لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد لو انتوا مسمعتنيش وطبعا يا شباب كده هنكون خلصنا الفيديو متنسوش لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد ويلا سلام.